هؤلاء من آثارهم أولا يجلبون النفر من أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليه، لأنه مثل هذا الكلام بالنسبة لجمهور كبير من المسلمين يسوي بلوك وسد دون أهل البيت. من جهة أخرى يولدون فريقا منحرفا آخر اللي هو فريق التقصير ونفي مراتب أهل البيت. ليش؟ من كلامهم بالغلو، أهل البيت لهم مقامات لا تدركها العقول لا شك ولا ريب، الله سبحانه وتعالى أغدق عليهم من عطائه هم تالي تلو مرتبة الربوبية، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلا أنهم هم المستغنون عن جميع خلق الله بعطاء الله سبحانه وتعالى، فمراتبهم لا تدركها العقول. من يجوا هذولا بلغة الغلو يصير كل المعطيات الحقة اللي بيها مراتب عليا لأهل البيت سلام الله عليهم تصير محط شك وريب عند كثير من الناس، ويصير أهل الحق من يريدون يصدعون بأعظم العبادات وهي ذكر فضائل محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله يضطرون إلى ماذا؟ إلى التحفظ عن ذكرها خشية أن يمتزج هذا الخطاب الحق مع ذاك الخطاب المبطل. إذن ضرب المقامات الحق وتشويه صورة التشيع. هؤلاء كما ذكرت أحبتي ضاربين بالعمق بذنب، إذا نريد نتكلم بعصر الرسالات السابقة الكلام يطول. في هذه الأمة وفي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم خو أكو ظهور إلهم كان بعهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفس أمير المؤمنين بأبي هو وأمي موجود، يأتيه قنبر على ما روي يخبره أن قوما بالباب يقفون ينادون باسمك مرببين، معاذ الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه يرسل إليهم يخاطبونه بالربوبية، يستشيط غضبا وغيظا، يستتيبهم، يأبون عليه، يستتيب، يكرر، يعظ، ومع ذلك لا يقبلون منه، إلى أن أقام عليهم الحد بكيفية مذكورة في محلها. بزمن الإمام الصادق سلام الله عليه ابتلي، شوفوا هذا النداء يفتك بالجسد الداخلي للمجتمع الإيماني للكيان الإيماني، لأنه نداء الناصب، الناصب كلام ممجوج، الناصب مفضوح، لأنه الجمال والكمال النبوي ظاهر على هذه الأسرة، فبالتالي كلام الناصب واضح كلام متجنب متعسف مجتنب للإنصاف، واضح أنه متجنن. أما هذا يشبه على الناس. ابتلي الإمام الصادق سلام الله عليه بهؤلاء. الحركة الخطابية مع رموزها الموجودين جعفر بن واقد، حمزة، على أي حال هذول أتباع مقلاص اللي بدأوا أولا بذكر أن أهل البيت سلام الله عليهم أنبياء. بس الإمامة أعظم مقام من النبوة، بس هو هذا الكلام وراءه ما وراءه. قد تكون المفردة المبتدعة بظاهرها بسيطة، مثلا من الأمور اللي ادعاها هؤلاء أن الحسين سلام الله عليه لم يذبح لم يقتل، وإنما وما قتلوه وما ذبحوه ولكن شبه لهم، نحتوا من الآية الكريمة من معطيات قضية صلب شبه المسيح على نبينا وآله وعليه وعلى أمه الصلاة والسلام حتى ينتقلوا إلى كذا. الأئمة وقفوا أمامهم وقفة جدا قوية، وهكذا استمرت هذه الخيوط والخطوط إلى أن وصلت إلى محمد بن نصير، إلى الحسين بن حمدان، إلى ابن أبي العزاقر الشلمغاني اللي هو بدأ أولا بحلول روح الزهراء على بنت السفير العمري،
وما ادري رسول الله لعله صلى الله عليه واله حل بالحسين بالروح. بعدين وصلت الى درجه دعا الربوبيه وان الله سبحانه وتعالى قد حل به، مع انه كان من الفقهاء، بس الامراض هاي اللي ذكرناها والاسباب هي تقود سبحان الله لمثل هذا اذا الانسان ما التفت الى نفسه.